من المهم جدا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص اللي عايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الإيدز. هؤلاء الأشخاص ممكن يتعرضوا لضغوط نفسية واجتماعية كبيرة بسبب نظرة المجتمع السلبية تجاه المرض. لازم نكون سند ودعم لهم ونحسسهم بالأمان ونذكرهم دايما إنهم مش لوحدهم بهالمرحلة. لازم نسمعهم من قلبنا قبل آذاننا ونقدم لهم كل الدعم اللي بيحتاجوه لتخطي هالمرحلة. الدعم هو الدواء اللي بيخفف الجروح وبيعيد الأمل. لقادة المجتمع والدين دور مهم جدا في تغيير الأفكار الغلط ونشر الوعي الصحيح عن فيروس نقص المناعة البشري إيدز. كلمتهم مسموعة ومؤثرة عند الناس. لازم هؤلاء القادة يتعاونوا سوا لإيصال رسالة واضحة، وهي إن الأشخاص اللي عايشين مع الإيدز هم جزء من مجتمعنا وبيستحقوا الحب والاحترام مثل أي شخص تاني. لازم نشتغل سوا لبناء مجتمع متراحم ومتماسك، مجتمع بيرفض التمييز ويعلي من قيمة الإنسان.